أي المناطق اليوم في العراق لا تزال خواص الرخوة؟ جواب دبلوماسي أكيد لديكم معلومات ممكن أن يعود فيها. هذه الحكومة هي التي تبنت كل المؤسسات في الحكومة فيها فساد. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عالي الحوار. ضيفي هذا اليوم هو الأستاذ أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. دعنا نبدأ أستاذ أسامة من حيث العطلة التشريعية التي أخذها البرلمان اليوم، شهر من العطلة التشريعية. إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا، الانتخابات انتهت في شهر الخامس الماضي، الحكومة تشكلت قبل 4 أشهر. تقييمك للعملية السياسية بشكل عام خلال هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أن هناك تعثر في عملية تشكيل الحكومة وفي عمل البرلمان، وهناك نوع من التقاطعات الحادة داخل القوى السياسية في البرلمان، وعدم قدرة على تجاوز بعض القضايا المهمة، منها إكمال هيكلية البرلمان في اللجان والحوار بين القوى السياسية المتقاطعة داخل البرلمان، وأيضا الاتفاق حول الوزراء المتبقين. نعم. وبالإضافة لعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بما وعدت في صورة مستعجلة أنه خلال 100 يوم سيكون هناك بعض الأشياء. هذا حقيقة إشارة حمراء، ويجب أن ننتبه جيدا، يجب أن نتدارك هذه العقبات ونستعجل في إنجاز الحكومة وإكمال لجان البرلمانية والانطلاق بتشريع القوانين والتعاون الوثيق بين السلطات. هذه مسائل أساسية لنجاح المرحلة القادمة، وإلا سيكون هناك إخفاق كبير جدا. نعم، أنا أشعر من كلامك أستاذ أسامة أنك لا تزال تتكلم بروحية مجلس النواب. يعني هل لا يزال مجلس النواب هو ذلك المؤسسة التي تفرض وجودها في الدولة، أم بالفعل الحكومة هي تفرض سطوتها عليها؟ وطبعا المجلس هو أهم سلطة في البلد. نعم. يعني هذا الموضوع الطبيعي، وإذا كان هناك أي محاولات للتقليل من شأن مجلس النواب أو إضعاف دوره الرقابي والتشريعي فسينعكس هذا الأمر على كل الدولة. وهذا ما كان يحصل في بعض الأوقات السابقة، وألاحظ أن بوادر لهذا الشيء بدأ الآن أيضا يتكرر. بالطبع المجلس عليه أن يقوم بواجباته أولا، ويحل مشاكله الداخلية، ويفرض دوره على الآخرين من خلال التعاون والتكامل، وليس من خلال تعطيل عمل الحكومة. والحكومة غير قادرة على التصدي للمجلس إذا بدأ بالعمل بطريقة منسجمة وواقعية وبما يتفق مع الدستور، إلا إذا أرادت أن تخلق بعض الأعذار التي هي خارج صلاحياتها الدستورية. كيف بدأت تشعر بذلك أستاذ أسامة، سيما أن الحكومة اليوم أرجعت 17 قانون إلى مجلس النواب من أجل تشريعها، كانت متعثرة في الفترة السابقة، يعني هذا شيء إيجابي؟ هو الأصل أنه كل القوانين السابقة التي لم تشرع أنه تعاد إلى الحكومة حتى تنظر فيها وتعيدها إلى البرلمان بحسب رأيها وبرنامجها ومنهاجها الوزاري. فبالتأكيد وصل بعض القوانين وقرأت أيضا بعض القوانين قراءة أولى، ولكن لم يستطع البرلمان أن يقر إلا قانون الموازنة الذي هو قانون مهم، ولكن هناك قوانين أيضا تأخرت كثيرا ولها علاقة ببناء الدولة كقانون النفط والمحكمة الاتحادية وقوانين أخرى عالية المستوى. البعض يقول أن البرلمان انحرج في قضية الموازنة على اعتبار أن هناك فقرة في النظام الداخلي أنه لا يجوز أن يتمتع البرلمان بعطلة تشريعية إلا حين إقرار الموازنة، فلذلك مش الأمر على عجالة، ما رأيك؟ لا، هو طبعا دوره تأكيد البرلمان كان حريص على إنجاز الموازنة. هذا أمر هي يعني إطلاق العملية الإنتاجية والحقوق الناس وعلاقات العراق مع العالم، أمر طبيعي جدا وركيزة ل عمل الدولة عموما. أعتقد البرلمان كان مسؤول في الحرص على إنجاز الموازنة في وقت محدد، ولكن مثل ما قلت هناك قضايا أخرى لم تسير بنفس السرعة. هو الفصل التشريعي الأول ربما لم يعكس الحماس الذي دخل فيه النواب والتصريحات التي رافقت
الكتل السياسية بأنه سنغير سنأتي بقوانين جديدة. فصل تشريعي كان ركيك بحسب تقييمات الكثيرين. هو التأخير بعد الانتخابات بالتشكيك الذي حصل في نتائج الانتخابات والإعادة والفرز وما شابه أخذنا أشهر طويلة. نعم. وبعدها أيضا اختيار رئيس الوزراء كان قضية معقدة جدا، يعني التوازنات كانت قلقة في البرلمان. فهي قضية كلها سارت بطريقة غير سلسة، يعني كل العملية من البداية. فنحن نأمل أن تعالج الأمور بسرعة، لأنه هذا الوضع القلق ممكن أن يؤدي إلى انهيارات خطيرة في العملية السياسية، يجب أن ننتبه جيدا. لا تزال جنابك تجلس في المقاعد الأولى لمجلس النواب وتراقب ربما عن كثب أداء رئيس البرلمان الجديد، كيف تقيم؟ والله أنا حقيقة متفرغ للجنة تقصي الحقائق، أنا كرئيس اللجنة وحقيقة وقتي كله مع اللجنة والتحقيقات، ووجودي في البرلمان قليل كان في هذه الفترة. نعم. لكن لك دور اللجنة. لك رأي؟ يعني هو طبعا نحن يعني نعتقد أن عمل رئيس البرلمان يعتمد على تفاعل الكتل البرلمانية ومدى انسجامها، وهو ليس لدي بيده عصا سحرية أنه فعلوا ويفعلون، لديهم رأي وهناك تقاطعات، وبالتأكيد يحتاجون إلى بعض الهدوء وبعض التخطيط المسبق للجلسات والتفاهم بين القوى السياسية. أعتقد المسألة صعبة، ويعني كان الله في عون رئيس البرلمان، أعتقد الوضع صعب جدا في هذه الدولة. وأنا أعتقد جوابك دبلوماسي أستاذ أسامة. والله إحنا حقيقة لا نريد أن نحبط الناس قبل أن يبدأوا، لا زالوا في بداية الشوط. إذا أردنا الآن أن نحكم على رئيس البرلمان حكم قطعي وهو في الأشهر الأولى فهذا ظلم، وكذلك رئيس الحكومة وكذلك الجهات الأخرى. جيد. أيضا كانت ترافق عملية أي إقرار قانون أو أي مشكلة في المجلس الجلوس في كافتيريا المجلس وإجراء المناقشات والاتفاقيات، لا زال هذا الموضوع موجود؟ هو طبيعي، يعني هو القوى البرلمانية تتفاوض هنا في الكافتيريا أو في اللجان أو زي. ومثل ما قلت الأمور غير سلسة، هناك نوع من التقاطع حول شخصيات المرشحة للحكومة، حول البرنامج، حول رئيس الوزراء لم يأتي من كتلة سياسية، يعني جاء باتفاق الجميع، وهذا أمر غير معهود وغير طبيعي في عملية سياسية تعتمد على الأرقام، على كم نائب في البرلمان وكم من سيدعم ومن سيعارض، فهو لا يحصل على الدعم الكافي ولا يحصل على المعارضة الكافية، هو في وضع حقيقة عائم. فبالطبع تحصل مفاوضات وتقاطعات وتشنجات وكثير من الأشياء التي من ضمن يعني أجواء البرلمانية، ولكن بالتأكيد أنا يعني لدي مأخذ على البرلمان أنه يجب أن يكون الدوام في وقت مبكر صباحا، يجب أن يكون هناك سرعة في تعيين أو اختيار رؤساء اللجان، يجب أن يكون هناك نوع من اختيار نوع من رؤساء الكتل اجتماعات متواصلة أو متقاربة مع رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة لتفكيك المشاكل. كثير من القضايا أراها غير حاضرة لحد الآن. أنا أذكر عندما كان رئيس البرلمان السيد أسامة نجيفي كانت الجلسات تعقد في الساعة 9 صباحا، لكن بالتأكيد لا يوجد شيء يلزم في النظام الداخلي بعقد الجلسة في وقت معين. لا طبعا، هو الأمر يعتمد على الاتفاق، ولكن الطبيعي أنه نشاط النواب يكون صباحا وعملهم يعني مع موظفين، لأن البرلمان ليس فقط نواب ولكن هناك أكثر من 1000 موظف، فهؤلاء الموظفين يأتون صباحا في وقت مبكر يلتزمون بالدوام، وتبدأ طبعا هناك مستشارين وهناك دائرة برلمانية لديهم علاقة مع النواب مستمرة، فعندما يأتي النواب ما بعد الظهر في الواحدة وتبدأ الجلسة في الثالثة وينتهون في السابعة والثامنة، حقيقة يعني طاقة الإنسان ونشاطه وحيويته تضعف كثيرا في هذه يؤثر على العمل. قدمت طلب في هذا الاتجاه؟ أعتقد نوقش هذا الأمر وأعمل أن يحل بطريقة صحيحة. طيب، أيضا من خلال التصويت على الوجبة الثانية من الوزراء لم يحضر السيد عادل عبد المهدي إلى قبة البرلمان، البعض وصفه بأنه خرق دستوري، لو كان السيد رئيس أسامة نجيفي رئيس البرلمان ماذا كان قد اتخذ من قرار في ذلك الوقت؟
وقد طبيعي أن يكون رئيس الوزراء حاضر عندما يقدم الوزراء، والوزراء أيضا حاضرين، يعني يبدو أن يراهم النواب يناقشوهم يسألوهم. هذا لم يحصل، يعني النائب في الدار أو في محافظة أخرى أو الوزير يصوت عليه بالرفض أو القبول، هذا أمر غير معقول. أعتقد لابد أن يحضرون رئيس الوزراء، يقدم الوزراء المرشحين ويناقش ويدعمهم إذا كان مقتنع بهم، ويقر المجلس أو يرفض. هذا الأمر فيه أعتقد نوع من الإخلال بالنظام الداخلي. طيب الوجبة الأخيرة اللي هي 4 وزراء، 3 منهم لم يطرح أسماءهم، يعني لم يحصلون على الثقة، ربما واحدة حصلت على الثقة وزيرة التربية، لكن بالنتيجة تعثر موضوع إكمال وجودها في الوزارة بسبب اتهامات بأنها تنتمي أو من ذويها ينتمون إلى تنظيم داعش. هل سيتم حل هذا الموضوع؟ وزيرة التربية على الأقل أعتقد بما يرتبط موضوعها بالسيد أسامة النجيفي، ترشيحها من خلالكم مثلا. وطبعا الاتفاق الذي حصل بين الإصلاح والبناء أنه يتم يعني تقاسم الترشيحات مناصفة، نعم، وهذا ما لم يلتزم به البناء لحد الآن. ونعتقد أن السيد رئيس الوزراء قد اقترب للبناء أكثر من الإصلاح، يعني بدأ يأخذ الترشيحات من البناء ويهمل ترشيحات الإصلاح. وطبعا يعني وزارة التربية حسب الاتفاق هي من حصة الإصلاح ومن حصة القرار أيضا، ولكن كل الترشيحات جاءت من البناء ووافق عليها رئيس الوزراء، وسقطت الترشيحات تباعا نتيجة اعتراض البناء الإصلاح وأيضا عدم أهلية المرشحات في هذا الموضوع. فنرجو أن يلتزم السيد رئيس الوزراء بالاتفاق الأولي حتى يكون هناك دعم من الإصلاح للمرشحين، أو على الأقل لعقد الجلسة والتصويت على المرشحين، وننهي هذا الموضوع الذي تأخر كثيرا. هم يصير رفض من البناء ويتعطل الموضوع؟ لا، هو طبعا يعني نعتقد إذا عادوا للاتفاق السياسي الموضوع يسير بطريقة طبيعية، وقد ثبت أن الموضوع لن يسير إذا تم إهمال قرار الإصلاح ودور الإصلاح. يعني من المرشح اللي قدمته جنابكم هسه؟ أنا قدمت عديد من المرشحين حقيقة، يعني مثلا كثير، يعني أنا حقيقة قدمت في قائمة 11 مرشح وقائمة كلهم نساء؟ 6 مرشحين حسب ما طلبوا، وشخصيات كانت مهمة، وزراء، نواب سابقين، شخصيات أكاديمية، نساء ورجال. نساء ورجال، نعم. ولحد الآن السيد رئيس الوزراء لم ينظر في هذه القائمة أبدا، ركز على ترشيحات تأتي من البناء دائما. طيب تتوقع بعد الفصل التشريعي متى سيحل هذا الموضوع برأيك؟ يعني طالت المدة، أعتقد يجب أن يكون استعجال بعد في بداية الفصل التشريعي الثاني أن ينهي موضوع الكابينة، لأنه فعلا الحكومة يعني ناقصة العدد وفيها كثير من التقصير في عملها، وخصوصا وزارات الشاغرة وقيام وزير بإدارة عدة وزارات أمر غير طبيعي، والبلد بحاجة إلى عمل دؤوب. هناك مشاكل كبيرة في التربية، مشاكل كبيرة في العدل أو في الدفاع والداخلية، الداخلية والدفاع، يعني مسائل أمنية مهمة. نعم، فنرجو أن نتعاون لإنجاز هذا الموضوع سريعا. تعتقد وزارة الداخلية والدفاع هناك أيضا إرادة من البناء للإصرار على شخص معين في هذا الموضوع؟ طبعا واضح، يعني هم لديهم اتفاق فيما بينهم على ترشيح السيد الفياض للداخلية، والإصلاح متحفظ على هذا الأمر، ويعني أعتقد أنه يعني خارج المعايير التي اتفق عليها في تعيين المسؤولين أو الوزراء. يعني السيد الفياض كان موجود في الكابينة السابقة ولديه حزب سياسي ورئيس حزب، ففي كل الأحوال هو شخص جيد، نراه جيدا ومؤهلا، ولكن هذا قرار سياسي اتخذه الإصلاح ومصر عليه. يعني إذا بقي الإصرار على الفياض ماذا سيكون موقف الإصلاح؟ يعني لحد الآن هذا هو الموقف الذي يرفض تقديم المرشح للبرلمان ويقاطع الجلسات، أو يعني هذا هو الموقف الذي متفق عليه الآن. طيب هل تؤيدون أيضا ترشيح رئيس البرلمان السابق الدكتور سليم الجبوري إلى وزارة الدفاع؟
والأمر مناط بالدكتور عياد علاوي، هو لديه عدد من المرشحين للدفاع، منهم الدكتور سليم وآخرين. فالإصلاح اتفق على ترك الأمر للدكتور عياد كرئيس ائتلاف الوطنية، هو من سيرشح ومن سيرتضيه سندعمه بالتأكيد. طيب خلنا نأتي للقانون الوحيد اللي صوت عليه مجلس النواب وهو الأهم ربما في هذه الفترة، قانون الموازنة، هل كان مرضيا لكم؟ لا أبدا لم يكن مرضيا، وحقيقة تم التصويت بطريقة غير منضبطة، يعني استغرق التصويت وقت طويل وفي وقت متأخر من الليل، وأدخلت مواد حشرت في الموازنة في الساعات الأخيرة أو الدقائق الأخيرة، وكانت بعض المواد غريبة يعني ليس لها علاقة بالموازنة أصلا. يعني فهذا الأمر نتج عنه يعني إقرار الموازنة مع رفض بعض المواد، ولكن أعتقد قسم منها سيطعن به في المحكمة ويرفض، وقسم منه غير قابل للتطبيق لأنه فيه عموميات كثيرة. يعني إذا أعطيتني مثال أستاذ أسامة. والله يعني أنا مثلا رأيت فقرة يعني صحيح أنه رفضت، يعني ثبتين اسم شركة أن تحال عليها جميع العقود وزارة التربية بالاسم شركة أهلية، وهذا فيه خرق حقيقة يعني أخلاقي وقانوني بشكل معيب، والبرلمان رفض هذا الموضوع. فكيف أدخلت اللجنة المالية؟ أنا أسأل اللجنة المالية كيف أدخلت هذا، يعني فيه محاباة وفيه فساد واضح. طيب وقضايا خفت أبعى الجهة معينة لا بالتأكيد يعني أدخلوها والبرلمان انتبه وحسنا فعل أنه رفض هذا الأمر. هناك قضايا يعني مثلا درجات وظيفية، عموميات كذا المنطقة الفلانية، هل سامر هذا تقصد؟ سامر أمور مثلا عودة أو تعاقد مع كل الأجور اليومية في الدولة، هذه مسألة من دون أن تسأل وزارة المالية، 180-200 ألف موظف جديد فيه جنبة مالية واضحة، الحكومة ستطعن بالتأكيد في هذه الأشياء. أنا أقول أن هناك نوع من العجالة والفوضى رافقت عملية التصويت وإعداد الموازنة. إذن يعني ستسير الموازنة بالطعن ببعض البنود أم ستعود كلها للبرلمان؟ لا طبعا بعض هي أقرت، إذا طعن ببعض المواد المحكمة الاتحادية ممكن أن ترفض أو تقبل، وتخصيصات المحافظات كانت قليلة، يعني 1% المحافظات التي هدمت بفعل الإرهاب يعني مهملة حقيقة، وخصص لها شيء يسير جدا وغير منطقي، وهذا ما سيعقد الوضع الاجتماعي والسياسي في البلد بشكل كبير. خلني نجي تحديدا على المحافظة التي ينتمي إليها الأستاذ أسامة نجاي، في محافظة نينوى 1% من الموازنة في لهذه المحافظة، ما رأيك؟ طبعا تستحق 11% حسب الدستور، وهذا الإجحاف استمر يعني منذ 2003 لحد الآن. مقصود هذا؟ أنا أعتقد كذلك، يعني هناك جنبة سياسية في الموضوع وإهمال لحق هذه المحافظة الكبيرة، يعني حوالي قريب من 4 مليون إنسان بنسبة سكان العراق 11%، مفروض أن تعطى كل من كل شيء 11%، فدائما كانت 1% 2% أقل من 1% دائما على كل هذه السنوات. يعني هذا يجب أن يراجع هذا الأمر. طبعا هذه المحافظة تحتاج إلى استقرار، وهي أحد يعني أركان العراق الأساسية، هي والبصرة وبغداد أركان العراق الأساسية. نروح للمحافظة نسولف بها، هناك بالمحافظة على المستوى المحلي هناك محافظ لا يزال الكل ينتقد وجوده، والسيد العبادي في فترة سابقة وهو كان رئيس وزراء أقال من منصبه لكنه لم يخرج. هذه قضية أخرى، نحن طبعا كان هناك شكاوى كبيرة من الوضع في نينوى الأمني والخدمي والإنساني، والبرلمان قرر تشكيل لجنة تحقيقية تقصي حقائق وكلفت برئاستها، وفيها 43 نائب من نينوى ومن محافظات أخرى. طيب. وباشرت أعمالها والتقت بأكثر من حوالي 50 مسؤول أمني وخدمي يعني إداري، واتضح لدينا كمؤشرات أولية لم ننتهي لحد الآن من إعداد التقرير أن هناك انحراف كبير.
يعني في الجانب الإداري كحكومة محلية، وفي الجانب الأمني كقوات أمنية، جيش وشرطة وحشود، وهناك نوع من الاستباحة لهذه المحافظة من قبل جهات سياسية وجهات حزبية تحت عناوين مكافحة الإرهاب أو ضبط الأمن أو إعادة الاستقرار وما شابه، مكاتب اقتصادية أكثر من 40 مكتب تسمى بالأسماء الفلانية والفلانية، ولديها مسلحين، وتمارس الابتزاز والضغط على المواطنين والسيطرة على المزادات والسيطرة على نقل السكراب والتهريب وتهريب النفط، وكوارث كبيرة جدا. وهناك طبعا خرق يعني في العلاقة بين القوات الأمنية مع بعضها، عدم وجود إدارة أمنية موحدة أو منسجمة، يعني الحشد يعمل لوحده، الجيش يعمل لوحده، الشرطة لوحده، وهناك تقاطعات وهناك استغلال لبعض الأسماء والشخصيات. فهذا الأمر طبعا نحن في المرحلة الأخيرة من إعداد التقرير، سيقدم لمجلس النواب لإقراره، ونرجو أن ينال اهتمام الحكومة بعد ذلك في إصلاح سريع لما يحصل في نينوى من خرق كبير وفاضح للدستور والقانون. أو يوم أمس عقد مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء وناقش الأوضاع في الموصل نتيجة ما سمي بتقرير اللجنة. حقيقة اللجنة لم تقدم أي تقرير، أنا أؤكد هذا الموضوع، وما سرب إلى الحكومة هو رأي يجوز نائب أو نائبين أو جهة أخرى ادعت أن هذا هو التقرير. وتعامل الحكومة أو مجلس الأمن الوطني مع هذا التسريب الغير قانوني يجوز دار في اللجنة بعض الكلام، أما يسرب من خلال طريق غير رسمي وليس من خلال مجلس النواب وتناقشه مجلس الأمن الوطني ويتخذون قرارات وجمعوا كل الأطراف التي استضفناها في اللجنة، هذا أمر حقيقة أعتقد فيه خلل كبير في إدارة الأمن وفي إدارة المجلس الأمن الوطني. يعني كان الأجدر أن يعودوا إلى رئيس اللجنة حتى يتأكدوا من صحة هذه المعلومات. اللجنة غير معنية بتقديم تقرير الحكومة، اللجنة تقدم تقرير مجلس النواب، تمام، والمجلس إذا وافق على التقرير يعتبر جاهز للتقديم للحكومة وللقضاء وللنزاهة والجهات الأخرى حتى يتحول إلى واقع. أما أن يسرب قبل اكتمال أعمال اللجنة وبطريقة غير قانونية ويتم الاهتمام به، فهذا أمر أراه فيه مشكلة. من يعني تتهمون جهات معينة أنها سربت؟ يعني هو لدينا شك في أحد أعضاء اللجنة أنه من خلال اجتماعات سجل ملاحظات وبعدين نقلها بطريقة غير قانونية. أنا سألتقي برئيس الوزراء يمكن يعني خلال يوم أو يومين وستأكد من هذا الشخص، وبالطبع إذا عرفنا من هو سنطلب محاسبته من مجلس النواب، يعني هذا أمر غير منطقي وغير مسؤول. طيب ماذا سيغير هذا التقرير على مستوى المحافظة؟ باعتقادي إذا تم احترام رأي اللجنة وأخذ الأمور بجدية سيكون هناك قرارات حاسمة تجاه إدارة المحافظة، وبعض المسيئين من الأجهزة الأمنية والحشود، وهناك حلول لدينا في ضبط كل شيء وإعادة الأمور إلى نصابها حتى نستطيع أن نحفظ الأمن ونمنع ظهور الإرهاب من جديد ونعيد الاستقرار والثقة بنينوى وبالمجتمع الدولي الذي يراقب نينوى ويريد أن يساهم في إعمارها. أنا كنت أود أن أسأل عن الحلول، يعني أنتم أيضا مشتركين في وضع الحلول، ماذا تقيم مستوى الحل في المحافظة؟ من يقوم بإدارة الأمن؟ من يقوم بإدارة المحافظة؟ هو طبعا يعني لا أستطيع الآن أن أعلن على نتائج اللجنة، هي لم تنتهي، لم نناقش التقرير النهائي في اللجنة. لا أنا أسألك على المستوى الشخصي يعني. لا هو طبعا أنا قلت هناك خلل في الحكومة المحلية، طيب هذا يجب أن يعالج، هناك قضايا نزاهة، قضايا سوء تصرف المال العام، فشل في تصدي للملفات مهمة، عدم وجود قدرة على السيطرة الأمنية، يعني المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا المفروض أن يكون لديه دور على الأقل في إعطاء الرأي لرئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة أو خلال اجتماعات اللجنة الأمنية، كذلك قيادة العمليات ليس لديها سلطة على الحشود، الحشود مع بعضها أيضا يعني تتصرف لوحدها، وهناك مثل ما قلت تدخل حتى من حشود غير موجودة في نينوى، لديها واجهات
تجارية فصير الفلاني الفلاني ومسلحين. يقولون احنا شاركنا بالتحرير وإنها حصة بالمحافظة. تنهب المحافظة، تستباح إذا شاركوا بالتحرير. الكل شارك بالتحرير وهي مسؤولية من غير يعني انتظار رد ثمن، لأن يعني هذا مسؤولية وطن ومسؤولية أخلاقية وطنية. وهذه الأمور هناك قوانين تضبطها، ليس أنه شخص قاتل في الموصل عليه أن يسرق الموصل أو يبتز أهلها أو يصادر أموالها. هي ليست أرض عدو حتى تستباح، هي أرض وطن. فأنا أعتقد هناك مشكلة في عدم القدرة على السيطرة على بعض الفصائل المسلحة، وعدم نوع من الهيمنة السياسية والعسكرية حتى على قوات الجيش والشرطة من قبل هذه الجماعات. نعم. هذا أمر يجب أن يتم الانتباه له جيدا، ونتعاون كقوة سياسية وهيئة الحشد والقيادة العمليات والقائد العام في ضبط هذا الموضوع، بوضع قيادة موحدة لنينوى. نعم. وإخراج كل هذه المكاتب، وحقيقة رئيس الوزراء باشر بإغلاق كثير من هذه المكاتب واتخاذ إجراءات سريعة منذ يعني أيام ماضية. وأيضا يكون هذا المكتب للقيادة واحدة برئاسة المحافظ؟ لا، احنا لدينا حقيقة يعني المحافظ تحت المساءلة الآن. أنا أعتقد يجب أن يكون هناك مراجعة لوضعه من قبل رئيس الوزراء والبرلمان. هناك قضايا كثيرة في النزاهة وتحقيقات واسعة جدا وانتقادات من المنظمات الدولية والعاملين في نينوى والدوائر حقيقة في حال من الفوضى. الأمر يجب أن حقيقة لا أريد أن أعلن عن توجهاتنا تجاه المحافظة الآن، ولكن نعم. الأمر يحتاج إلى كثير من التغيير. نعم. قبل أن نكمل الحديث نسمح لي أخذ فاصل أستاذ أسامة. أحبت المشاهدين فاصل ونواصل، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين. أعود لك أستاذ أسامة، هل سنراك مجددا نائبا لرئيس الجمهورية؟ هذا الموضوع مؤجل، يعني تعرفون تعثرات في تشكيل الحكومة والخلافات كبيرة. الآن إذا طرحنا قضية نواب الرئيس أعتقد نحتاج سنة أخرى. تمام. فالأمر مناط برئيس الجمهورية، هو من سيختار. وأنا حقيقة يعني غير حريص على هذا الموضوع، يعني أريد أن أعمل سياسيا لمساعدة الحكومة والبرلمان والقوى السياسية في استقرار الوضع. وإذا رئيس الجمهورية لديه رأي في اختياري فتأكيد سأتعاون، ولكن هذا الأمر متروك الآن. يعني هل تعتقد أن هذا المنصب يقيد عملك سياسيا في دعم الحكومة؟ لا طبعا، ولكن عمل مختلف، يعني فيه جانب آخر. أنا أعتقد هذا مناط برئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية إذا أراد أن يمارس صلاحياته الدستورية الحقيقية هناك عمل لنواب الرئيس ونشاط سياسي وأهمية كبيرة. وإذا أراد الرئيس أنه يترك الأمور يعني القيادة الدولة فقط لرئيس الوزراء أو للحكومة فنواب الرئيس لا يعملون، يعملون سياسيا خارج إطار عملهم الوظيفي. تمام. أنا وربما الكثير يؤيد هذا الكلام، أنه رئيس الجمهورية اليوم يتحرك بشكل جيد على المستوى السياسي والدبلوماسي، شنو رأيك؟ صحيح، والبداية كانت موفقة، زيارات مهمة، علاقات دولية، تواصل مع الداخل إيجابية كبيرة ومرونة، هذا طبعا غير معهود سابقا، ونأمل أن ينجح. نعرفه شخصيا، هو حقيقة فخامة الرئيس رجل مؤهل يعني للنجاح، ولكن يجب أن يتم التعاون معه أيضا، لأن هناك كثير من الصلاحيات يجب أن يسمح بها لرئيس الجمهورية حتى يستطيع أن يتحرك. هنا اللي يسموه ربما القانونيين خيط البريسم، هذا الخيط الرفيع الذي ممكن أن يتحول من الصلاحيات من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء. تمام. ورئيس الجمهورية هو شطر السلطة التنفيذية. الدستور يقول لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ليس رئيس الوزراء، مجلس الوزراء. جيد. وهناك يعني علوية في حماية الدستور، يعني هو مسؤول عن السهر على حماية الدستور العراقي، على وحدة البلاد. هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس القائد العام، الأعلى. نعم. وكثير من القضايا التي فيها خروقات دستورية استطيع أن يتدخل فيها، سواء كان في عمل مجلس النواب أو القضاء أو الحكومة أو المحافظات.
إذا أراد أن يمارس هذا الدور فهناك عمل كثير جدا وأهمية لهذا الدور كما قلت، ولكن في الدورات الماضية لم يكن يسمح بهذا الموضوع. يعني يراد لرئيس الوزراء أن يكون هو الحاكم الفعلي للبلد لوحده، يعني حتى مجلس النواب يجب أن يكون تحت السيطرة ويتحرك ضمن خط مرسوم له، هكذا يراد. هاي عندما قرروا أنه لا يجوز التشريع القوانين إلا من قبل رئاسة الوزراء. ليس هذه فقط، يعني الهيئة المستقلة ارتباطها، يعني صلاحيات مجلس النواب، علاقته مع بقية فصائل يعني الدولة، الوزارات والمؤسسات. هو طبعا التشريع يأتي من يعني شقين، هو مشروع القانون، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. أما مقترح القانون فهو في البرلمان، هناك 10 نواب يقدمون مقترح ويصبح قانون. هذا توقف في فترة ما توقف وعادوا بعدين، يعني أنا حقيقة اعترضت في وقته، بعدين محكمة الاتحادية أصدرت يعني تعديل أنه من حق مجلس النواب، يعني بعد أن زال الضغط الذي كان يمارسه السيد رئيس الوزراء الأسبق. يعني هذا الأمر الآن مسموح به. طيب في زمن العبادي كان الموضوع ربما أسهل، من تحدثت عن فترة سابقة في زمن السيد المالكي، اليوم في زمن السيد عادل عبد المهدي كيف تقيم هذا الوضع؟ والله غير واضح لحد الآن. أنا أرى تعاون بين مجلس النواب والحكومة، لكن تعاون ضعيف وليس فيه تكامل، ليس فيه يعني الارتقاء لمستوى الطموح في التنسيق المتواصل والثقة الكبيرة. يعني هذا الأمر يجوز أنه الحكومة لم تكتمل لحد الآن، هناك نوع من الحركة المستمرة في مجلس النواب والتدافع وعدم الاستقرار المجلس. هذه القضايا لا زالت تعيق يعني الوصول للصورة التي نرجو. نتحدث شوية بإطار أوسع عن دول الجوار، شنو رأيك بالممارسات الإيرانية، التركية، السعودية، حتى الأردنية في الفترة الأخيرة مع الحكومة العراقية؟ طبعا علاقات يعني الحكومة السابقة أيضا كان لها دور إيجابي، وهذه الحكومة أيضا مفتحة على التعاون مع الجميع. نعم. وتحاول أن تبعد العراق عن الصراع الموجود في المنطقة. نعم. يعني تركز بين أمريكا وإيران. وطبعا دول المنطقة هي تتحرك ضمن محاور هنا وهناك. فباعتقاد العراق لم يستطع لحد الآن أنه يخرج من هذا الصراع، يعني هو لا زال في خضم التأثيرات والإملاءات والتدخلات. فهذا يعتمد على قوة الحكومة، على ثقة البرلمان بالحكومة، على الواقعية لقدرة العراق وصداقاته الحقيقية ومصالحه التي يجب أن يلاحظها في كل هذه الجهات، ويحاول أن يقف موقف قوي في بعض القضايا التي فيها تدخلات واضحة في الشأن العراقي. نعم. وفي نفس الوقت يعرف وضعه الحقيقي، قوته الحقيقية، وزنه الحقيقي في المستوى العالمي والإقليمي، أن لا يندفع كثيرا حتى لا يقع في مطبات كالتي وقعنا فيها في 2014. ربما على الوضع السياسي مع المملكة العربية السعودية اليوم الوضع جيد، مع الأردن هناك اتفاقيات اقتصادية لا بأس بها اليوم تجري بين العراق والمملكة الأردنية، لكن يبقى التأثير الدولتين الأهم هما تركيا وإيران. إيران مشمولة بالعقوبات، كيف سيتمكن العراق من خلق توازن في عدم السقوط في المحذور فيما يخص العقوبات المفروضة على إيران؟ والعراق طبعا يعني جزء من المجتمع الدولي، ولديه تعاملات مالية، ولديه قروض، ولديه دعم من المؤسسات المالية العالمية، ويحتاج الاستثمار ويحتاج الإعمار. وإذا اتخذ قرار بعدم القبول بالعقوبات على إيران أو كسر هذه الإرادة الدولية، أعتقد سيقع في مشكلة. بالتأكيد لديه حقوق سيادية يجب أن يمارسها، وهناك قضايا مصالح يجب أن يلاحظها أيضا. فأنا أعتقد هذا الأمر يعني العراق سياسته غير واضحة لحد الآن في هذا الموضوع. يعني هناك طبعا ضغط إيراني على عدم الالتزام بأي شيء،
وهناك ضغط أمريكي بالالتزام بأشياء، فلم نرى سياسة لحد الآن واضحة تجاه كيف سيتعامل مع المرحلة القادمة. لديه احتياجات في الطاقة وفي التبادل التجاري، التجارة البينية، ولديه أيضا احتياجات أمنية واحتياجات مثل ما قلنا في يعني المجتمع الدولي من ناحية المالية والتمويل. فهو في وضع حرج، ونرجو أن يكون يعني رئيس الوزراء والحكومة كذلك والبرلمان كتوجه سياسي قادر على إبعاد العراق عن هذه التدافعات والخروج المصلحة العراقية بشكل أساسي. قبل قليل ذكرت لي أنه ممكن أنت تعمل في السياسة من أجل دعم الحكومة، هل لك أن تقدم مشورة في هذا الاتجاه؟ نحن طبعا من خلال وجودنا في الإصلاح، أنا أحد القادة الخمسة في الإصلاح الذين يعني حقيقة توجهنا هو دعم الحكومة. نعم. ولدينا لجان في الإصلاح 14 لجنة في مختلف الاختصاصات تعمل بجد سياسيا لإنضاج المشروع الوطني العراقي، ولدينا أيضا عمل في البرلمان ككتلة سياسية، وجاهزين لأي نصيحة تطلب من سيد رئيس الوزراء أو أي وزير آخر أو جهة سياسية تريد أن تتعاون. نحن جادين في المصلحة العراقية وفي نصرة بلدنا. الملف التركي شنو رأيك به؟ العلاقات جيدة بين العراق وتركيا الآن ومستقرة، وأعتقد فخامة رئيس الجمهورية زار تركيا في الفترة القريبة الماضية، وسيكون زيارة للرئيس التركي أيضا في أعتقد بعد شهر أو أكثر من ذلك بقليل. نعم. هناك طبعا مشكلة وجود حزب العمال الكردستاني ووجود القوات التركية في العراق. نعم. هذه قضية متعلقة ببعضها، ونعتقد أنه يجب على الحكومة أن تتعاون مع تركيا في القضاء على هذه الجماعة الإرهابية، وفي نفس الوقت بعد ذلك خروج القوات التركية في وقت لاحق، لأنه تركيا ترى تهديد لأمن الداخلي من خلال وجود جماعة إرهابية ترتكز في العراق وتضرب تركيا. طيب. وهذا أمر مرفوض من العراق، مرفوض، دستور لا يسمح به، ومن المصالح المشتركة في بين البلدين. فأعتقد مسائل تحل يعني في الحوار السياسي والدبلوماسي والتعاون الأمني. لكن الموضوع ما متعلق فقط بالحكومة العراقية أستاذ أسامة، أنت تعرف رئاسة الإقليم لها دور في هذا الموضوع. الموقف الرسمي للإقليم أنه ضد حزب العمال الكردستاني، يعني لا يقبل بوجود هذه القوات، ولكن هو يعني هي موجودة ضد إرادة الجميع، يعني في مناطق وعرة وفي مناطق صعبة مقاومتها، ويجوز بعض الجهات السياسية الإقليمية تدعمها بشكل أو بآخر حتى يكون لها تأثير على تركيا وتأثير على العراق، فهي لعبة دولية كبيرة حقيقة. كان عندنا أيضا مشكلة مع منظمة مجاهدي خلق في فترة سابقة، لكن حلت هذه المشكلة، لماذا لا تحل مشكلة البي كي كي؟ هذا السؤال يوجه للحكومة. أعتقد البي كي كي موجودة في سنجار، موجودة في مخمور، موجودة في قنديل، موجودة في مناطق من إقليم كردستان، و يعني هذا الأمر حتى هناك نوع من التعاون في فترة سابقة كان مع هيئة الحشد الشعبي، ولكن يجوز هذا انقطع أخيرا. فموجود نوع من الفوضى في سنجار حقيقة، يعني وجهة أجنبية تسيطر على المواطنين العراقيين وتخطف أولادهم وتمارس أعمال إرهابية ضد العرب في المنطقة وتحرق القرى وتتجاوز كثيرا. فهذه مسألة لا بد أن تحل. أعتقد الحل هو بسيطرة الجيش العراقي على كل هذه المناطق وفرض الأمن فيها. يعني تذكرت لي منطقة هسه مخمور تابعة إلى محافظة نينوى، أربيل، هي طبعا إداريا نينوى ولكن هي بيد كردستان الآن. يعني بعد المشاكل الإدارية بين الإقليم وبين نينوى حول المناطق المحاذية، طبعا هي لازالت معلقة الأمور، حمدانية وتلكيف يعني هو بال 2016 حصل نوع من التقدم، يعني فرض السيطرة العسكرية على بعض المناطق، ولكن بقت مناطق كبيرة لازال من مختلف عليها والمتنازع عليها بيد إقليم كردستان. هذا أيضا راح تعرقل قضية الإحصاء السكاني والانتخابات مجالس المحافظات نعم هناك طبعا مشاكل بين المكونات العراقية هناك، يعني بين الشبك والمسيحيين، بين الأكراد والعرب، بين
يزيدية والعرب لا زال قضية معقدة وتحتاج إلى حلول. البعض يتهم السيد أسامة النجيفي بأنه يأخذ دعم من تركيا من أجل إنشاء إقليم الموصل أو سهل نينوى. والله هذه افتراءات يعني وتسقيط سياسي ليس له مبرر. نعم. موضوع الإقليم طرح في السنوات الماضية وهو ضمن إطار الدستور وطالبنا به لأنه لم نخرج من مطالبة قانونية، ولكن تم رفضه وإبطاله بطريقة غير قانونية من قبل رئيس الوزراء الأسبق. وهذا الموضوع الآن مؤجل، يعني موضوع الأقاليم الوضع العراقي الآن لا يتحمل طرح هكذا مشاريع. الآن أولوية للاستقرار والأمن والتفاهم الداخلي، وهذا يبقى حق دستوري موجود، نص دستوري وقوانين مشرعة، فلا يعاب على أي شخص أنا أو غيري أنه إذا طالب بالأقاليم. أما دعم من تركيا فهذا افتراء حقيقة ليس له مبرر، ونحن نتصرف بكل وضوح ولدينا يعني علاقاتنا واضحة وصريحة مع الجميع. وهذه بعض الافتراءات ساقتها بعض القوى السياسية التي تريد النيل منها. طيب على المستوى السياسي كيف تقيم علاقتك مع تحالف الإصلاح بشكل عام؟ جيدة جدا، هناك تعاون كبير وانسجام ولجان تعمل واجتماعات هي سياسية وقيادية، ومتفائلين بنجاح المشروع. ما رأيك بتسمية سنة الإصلاح وسنة البناء؟ يعني بحقيقة الاعتزاز بالمذهب شيء يعني طيب، ولكن لا يكون فيه تعصب وفيه طائفية من أي جهة كانت. فنحن سنة بالتأكيد ونفتخر بذلك، ولكن لا يعني أنه ضد الشيعة أو لدينا حزب خاص للسنة أو لدينا، لا، نحن عراقيين أولا وسنة ثانيا، ونعتقد أنه العراق يجمعنا جميعا، ليس هناك يعني اختلاف في الود إن شاء الله مع إخواننا إن شاء الله. في فترة معينة حصل تقارب بينكم وبين المحور، يعني لماذا عاد هذا التقارب للتباعد مرة أخرى؟ شو السبب؟ وطبعا كان تعاون، ولكن اختلفنا في توجهات السياسية. نحن نعتقد أن بعض قيادات المحور ذهبت في طريق سياسي لن نرتضيه، ونعتقد أنه الأقرب لنا الإصلاح، يعني سائرون والحكمة والوطنية والنصر. نعم. هذا هو التيار السياسي والجو الذي نستطيع أن نعمل به. أما الجهة الأخرى فلدينا علاقات طيبة مع بعض القيادات هناك، ولكن أعتقد لا نتفق حول يعني إدارة العراق أو العلاقات الإقليمية أو أشياء كثيرة. إذا كنت تتحدث عن قيادة واحدة متمثلة بالسيد الخنجر، فهو أنتم من سهلتم رجوعه ودخوله إلى السياسة؟ لا، لسنا نحن حقيقة. السيد الخنجر كان لديه تعاون من قوى سياسية تسيطر على العراق، هي من أغلقت ملفات وشطبت تهم وبيضت الصفيحة قبل أن يدخل السيد الخنجر العراق. مستقبلته بالمطار؟ لا بخالف، أنا هو كان لدينا علاقة معه حقيقة قديمة. نعم. ولكن ليس معنى أن نحن من أغلقنا القضايا في القضاء أو تدخلنا، هو القضايا عالجها مع قوى سياسية في البناء الآن الذي هو متحالف معه. ونحن فعلا استقبلته في المطار لأنه حقيقة كان يعني يخشى من الوصول إلى المطار، وأنا يعني بحكم العلاقة القديمة علاقة وأعتقد أمر طبيعي استقبلناه في المطار، وتصورنا أنه نستطيع أن نعمل سياسيا سوية، ولكن اختلفنا في وجهات النظر، هذا أمر طبيعي جدا، ولكن لست أنا من عالج القضايا التي كانت على السيد الخنجر بل حلفاء الحاليين. يعني العلاج صار علاج سياسي بهالحالة؟ علاج سياسي، نعم، علاج سياسي ومنذ فترة طويلة، يعني ليس الآن، منذ أشهر وسنوات. ممكن أن تفتح الملفات من جديد؟ حقيقة نحن ليس لدينا ضغينة تجاه السيد الخنجر، يعني لا نقول أنه تابعوه أو افتحوا ملفات، أو الأصل هو يعني إنسان بريء إلا أن يكون هناك تهمة، وإذا كان القضاء قد اقتنع أن القضايا كانت تهم كيدية فهذا أمر طبيعي. ولكن القصد سألت وأنا أجبت، أنا لم أتدخل مع القضاء أو مع جهات لشطب أي قضية حول السيد الخنجر. نعم. أود أن أسمع منك في سؤال أخير، قضية لجنة تقص الحقائق، متى سنرى النتائج الحقيقية؟ إن شاء الله ببداية فصل التشريع القادم سيكون التقرير منجز وسيقدم لمجلس النواب. كلمة أخيرة أسمع منك. والله إحنا طبعا قلقين على الوضع في العراق، ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان والقضاء
الفساد هو الآفة الكبيرة. وأنا يعني أحيي رئيس الوزراء على المجلس الأعلى للفساد، وأرجو أن يفعل بطريقة صحيحة. وأعتقد أن الوضع قلق في العراق إذا لم ننجح بالاتفاق كقوة سياسية عراقية في الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي، ونحن في حقيقة مهب الريح إذا لم ننجح البلد في يعني في مفترق طريق مهم، وثقتنا كبيرة بالشعب وبالمخلصين من البلد إن شاء الله. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أيضا حدد فقرة أسبوع واحد لكشف الذمم المالية للمسؤولين. نعم، للمكلفين عموميا، يعني قصد الوزراء والموظفين والجهات الحكومية والتنفيذية، وهذا أمر طبيعي. والنواب؟ النواب مطلوب منهم أن يقدموا، ولكن ليس مشمولين بقرار رئيس الوزراء، هم لا يخضعون لرئيس الوزراء في هذا الموضوع. نعم، السيد أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار، أنا أشكرك على هذا الحوار الصريح. شكرا لكم. شكرا، وأيضا الشكر موصول لكم أحبة المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله وحفظه. أي المناطق اليوم في العراق لا تزال خواص الرخوة؟ جواب دبلوماسي أكيد لديكم معلومات ممكن أن يعود فيها. هذه الحكومة هي التي تبنى كل المؤسسات في الحكومة فيها فساد.